ببالي كثير كنا بهان وتصيد كاميرا منصور أسئلة عدها إبراهيم قصده يحفز الجمهور يا جمهور لحظة أرحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم وراهم يورو 2012. طبعا اليوم حلقتنا ميكس راح نستعرض معاكم أبرز ما مضى في يورو 2012. أتمنى تستمتعون في هذه الحلقة الميكس قبل المباراة النهائية والمرتقبة أمام الفريق الأسباني والفريق الإيطالي. بنروح معاكم وأولى فقراتنا اليوم في ميكس وراهم وراهم يورو 2012. طبعا مشاهدينا الكرام فقرتنا المقبله هو استفتاء عملناه في برنامجكم وراهم وراهم خاص بجماهيرنا الرياضيه اللي شاركونا في يورو 2012. اكيد لكل من هذه الجماهير فريق يتغنون فيه، واكيد حارس هو المميز بالنسبه لكل شخص من الجماهير، ولاعب هو المميز ومدرب هو الاميز. بنروح معاكم من خلال هذا الاستفتاء ونعرف جماهيرنا في وراهم وراهم افضل مدرب لهم وأفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل فريق من وجهة نظرهم. نروح معاكم نشوف هذا الاستفتاء ونرجع لكم. أفضل لاعب في هذه البطولة من وجهة نظرك منو؟ أفضل لاعب في البطولة دي أعتقد يعني أعتقد تشيفي أو إنيستا، يعني الاثنين دول ما بينهم طبعاً، وكريستيانو طبعاً عشان الناس ما تزعلش. ليش إنيستا؟ ليش تشافي؟ ليش كريستيانو؟ كريستيانو طبعا راجل عالمي، بس هو كان في الاول بطوله كان وحش، اول ماتش كان وحش جدا ما كانش باين اصلا. دلوقتي البرتغال كلها بتعتمد على كريستيانو من اول بطوله بدا يظهر، جاب جول ولا جونين تقريبا. بالنسبه بقى لتشافي او نيستا اللي هو ان هو خط وسط مثالي، يعني بيعرف ياخد سلام كل كره. بالظبط. حلو. افضل حارس كاسياس. كاسياس بلا منازع. لا بلا منازع، راجل ما دخلش فيه ولا جول تقريبا، غير جول واحد تقريبا مش فاكر، بس هو كاسياس لانه هو حارس رهيب يعني. حلو. افضل مدرب بهالبطوله برودسكي. برودسكي ده افضل مدرب حتى لغايه 2014. حلو. لغايه البرازيل 2014 هو افضل مدرب. حلو. مقتنع انت فيه 100%؟ لا الحين تكتيكه ماشي في البطوله بالظبط، وبعدين هو بيلعب نفس الطريقه، يعني من اللي انت قلت لي صح يعني صح او غلط، هو بيلعب نفس الطريقه وبينجح بيها، يعني حتى الناس اللي بتقف قدامه ما بتعرفش تحل اللغز بتاع الطريقه دي، فهو بينجح بيها. بس افضل لاعب عندك في هذه البطوله منو؟ رونالدو. رونالدو. ليش رونالدو؟ السرعه الحركه، يعني هلا اعطيه فرصه بس انت بطابه كورنر على راسه 100% بتجي جول، مش لو بيكون كاسياس لو بيكون مين على المرمى. افضل حارس بهالبطوله كاسياس طبعا. كاسياس. حلو. يعني انت تشجع البرتغال بس تحب كاسياس؟ مش حبه بس عم بعطيه حقه. حلو. يعني هو المتميز. هو المتميز كحارس مرمى، هو المتميز معروف. حلو. زين، وافضل مدرب في هذه البطوله؟ لا بهيك ما بعرف. حلو. مدرب مين من المنتخبات؟ على اللعب اللي عم شوفه بعتقد انه البرتغالي. البرتغالي لانه الخطه اللي راسمها كثير جيده. حلو. بس الاعتماد على كريستيانو عاده النص هو اساس اللعب. صح. اليوم البرتغال بالنص مشكلك، يعني مشكلي كدفاع ومشكلك كتوزيع ومشكلك يعني عامل شغل اليوم. حلو. افضل فريق عندك منه؟ لا انا برازيلي بس بس بهالبطوله البرتغال. البرتغال. مع انه افضل من ايطاليا، مع انه المانيا، مع انه المانيا المانيا يعني اداء كثير 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 جميل الاداء. افضل لاعب عندك في هالبطوله منه؟ بصراحة أفضل لاعب عندي في البطولة هذه إكزافي، ما يحتاج. إكزافي من أربع مباريات مرر تقريبا 19، يعني 19 انفراد و19 باص دقيق، ويعني بس عندك إكزافي. أفضل حارس في البطولة؟ أفضل حارس ما يحتاج، الحارس كاسياس حارس كبير، بس أتوقع الحارس المنتخب الألماني هو الأفضل حارس في البطولة هذه. يعني نوير أفضل من كاسياس؟ نوير أفضل كاس البطولة هذه، لأن كاسياس ما يال يعني فريق قوي ولا يت له هجمة قوية. حلو. بس نوير عنده يعني البطولة هذه بدع فيها. وأفضل فريق؟ أفضل فريق الأمانة مع أنه إسباني، بس أفضل فريق منتخب الألماني البطولة هذه فاجأ الأفرقة كلها. أداء متوازن. أداء متوازن للحين، وعنده لاعبين يعني ممتازون حيل حيل بالتركيز وبالسرعة والمهارات منتخب الألماني. أفضل لاعب عندك في البطولة منو؟ أفضل لاعب طبعا كريستيانو. ليش؟ اكيد يعني تقريبا هو اهداف البطوله وكسر رقم اعتقد لاعب، لكن عموما يعني اداء يصنع اقوال
اسمع المستحيل فريقه شايل الفريق اكيد صحيح. شايل الفريق موصله قبل نهائي. حلو، افضل حارس عندك؟ افضل حارس ايكر كاسياس اتوقع، او كان لويجي بوفون. حلو، يعني هذول الاثنين يعني بينهم. حلو، ونوير بعد ما المانيا اي قوي. حلو، هذول الثلاثه هم المميزين. اي هذول الثلاث. حلو، افضل فريق عندك في هالبطوله منو؟ افضل فريق لحد الحين المانيا، لان نتيجه اللي طافت واداء بالبطوله دائما يعني فايز بمباريات المجموعه. حلو، المانيا تقريبا تصاعدي اداء. اي افضل لاعب عندك في البطوله هذه مين؟ والله لا، الحمد لله البطوله احنا استمتعنا بها جدا، البطوله اصلا مليانه لعيبه تقال جدا في اوروبا، بس يمكن لفت نظري مع ان انا بشجع انجلترا، يعني ماتش ايطاليا وانجلترا بشجع انجلترا. ليه؟ مع ان اللي بيلعبوه مش حلو، بس اللي بحبه قوي بيرلو زي ما بيقولوا عندنا في مصر الدين في العتائي. حلو، عارف ازاي؟ كل ما يكبر كل ما يسرع بيحلو. حلو، يمكن كمان عمل السيزون السنه دي مع يوفنتوس بشكل كويس. حلو، ويعتبر ان هو الصفقه الاحسن المجاني الاحسن، انت عارف انتقل اصلا من ميلان راح على يوفنتوس، احسن صفقه في الدوري الايطالي السنه دي. وافضل فريق عندك بالنسبه كمنتخب في اوروبا؟ والله انا دلوقتي المنتخب الاسباني قريب من الموضوع. حلو، بس انا اتمنى التوفيق للمنتخب البرتغالي برضه، لان يمكن اسبانيا السنه اللي فاتت خدتها المره اللي فاتت. حلو، فيمكن من نوع من التغيير، ممكن النهائي يبقى بين ايطاليا والبرتغال، وممكن اول ايطاليا تاخدها، انت عارف ايطاليا صحيح مع كل، انت عارف دلوقتي في فضيحه بتاعه المهانات في ايطاليا، وفي واليوفنتوس متعاطف معاهم، اليوفنتوس في احسن حالاته، انت عارف اليوفنتوس في احسن حالاته وايطاليا تبقى في احسن حالاتها. كويسه. حلو، افضل حارس عندك؟ افضل حارس بالنسبه لي بوفون بلا منازع. بوفون الكره بتاعت انجلترا، بوفون الكره بتاعت انجلترا بتاعت في الباك اليمين بتاع انجلترا، البلنتيات والبلنتيونسون والبلنتيات، لا اكيد اكيد بوفون خبره، بوفون هو الافضل في البطوله ويعول عليه بشكل كبير. افضل لاعب عندك في البطوله منو؟ كريستيانو رونالدو. ليش؟ من القوه واللياقه يعني متميز. حلو، افضل حارس؟ كاسياس. كاسياس، ليش كاسياس بالضبط؟ يعني بوفون شال فريق، نوير شال نعم فريق. نعم، لكن للحين ما يعني النهائيات تثبت، وانا رايي انه كاسياس راح يثبت انه هو الافضل. حلو، مثل كل مره بالاحياء. حلو، وافضل مدرب عندك في البطوله هذه؟ والله افضل مدرب يعني بصراحه اكثر من واحد، هم في مدرب البرتغال، ومدرب اسبانيا زين، مدرب ايطاليا ممتاز. حلو، يعني اكثر من مدرب. افضل لاعب عندك في البطوله منو؟ في البطوله هذه؟ أي. صراحه انا بحب نيستا كثير. حلو، وكزافي. كزافي إيه. حلو، ليش كزافي ليش انيستا؟ والله لعبهم مرتب وهادي. حلو، وفنانين للشباب لعيبه. حلو، افضل حارس في البطوله؟ كيسياس طبعا. ليش كيسياس؟ لانه كيسياس. حلو، مع ان انا مش ريال مدريدي. حلو، برشلوني. حلو، بس صراحه كيسياس يعني بيلعب، وبتلعب انت اسباني ومرتاحين لانه وراهم كيسياس. يعني افضل مدرب اقنعك في البطوله منه؟ مدرب اسبانيا. مدرب اسبانيا. اي نعم. حلو، ليش؟ لانك خايف ما يهجم؟ لا هو بيلعب تكتيك معين يعني صراحه. حلو، يعني الخبره مالته يعني طلع عليه، هو الوحيد اللي عنده خبره مور ذان انف يعني. حلو، وعارف شو اللي يبيه هو. حلو، افضل لاعب عندك في البطوله مين؟ مش شرط المنتخب يعني. انا بعشق كريستيانو رونالدو. حلو، ليش؟ امبارح لانه بصراحه لعيب ورائع جدا، وبيصوب على الجون بشكل غير عادي. حلو، وفي ماتش امبارح عمل 3 كور ب3 اجوان، بس للاسف الحظ ما جابهمش يعني. حلو، وافضل حارس بهالبطوله؟ انا بموت برضه في كاسياس. بعشقه. حلو، بحبه قوي. يعني كاسياس افضل من نوير، افضل من بوفون؟ كتير. لا بكتير. انا بحب كاسياس. لا، شال كام كره كويسين قوي برضه، وبعدين بيلعب بايديه وبرجليه وبراسه وبكل حاجه. حلو، بيصد بكل شيء. رائع. وافضل فريق في هذه البطوله؟ انا من وجهه نظري ان شاء الله لو المانيا فازت النهارده ان شاء الله بعد الجون اللي هيجي ده. حلو، هتاخد البطوله المانيا. يعني ان شاء الله تفوز على اسبانيا بكره في النهائي يوم الاحد، وتفوز ان شاء الله. المانيا. افضل لاعب عندك في البطوله منو؟ افضل لاعب في البطوله؟ أي. والله مو انا، اذا الماني بقول لك اوزيل. حلو، هي بس ليش اوزيل بالضبط؟ هو الشغل كله في منتخب المانيا تقريبا. حلو، هو المحرك. هو المحرك، وهو الشغل يعني اللي اشوفه في النص هذا كله مب صنع اوزيل. صنع اوزيل طبعا. حلو، منو افضل حارس عندك في هذه البطوله؟ افضل حارس؟ أي. حارس والله شوفهم كم من حارس يعني. حلو،
كاسياس ونوير بوفون. كاسياس ونوير ولا تنسى حارس البرتغال كان له شغل يعني في يعني في مباراه شال فريق هي في منتخب اسبانيا يعني حلو. شال البرتغال قدام اسبانيا يعني حلو. افضل فريق منه؟ افضل فريق أي. والله عندك اسبانيا وعندك المانيا بس حلو. ليش اسبانيا وليش المانيا؟ مستواهم ثابت قلت لك من كم سنه يعني. افضل لاعب في هالبطوله من وجهه نظرك منو ليش؟ والله شوف انا لحد الان لان متابع اكثر شيء المنتخب الالماني انا اشوف ان اوزيل. اوزيل ليش اوزيل؟ لانه مدريدي. حلو هذا اول شيء. ولاعب مميز. حلو ولانه ولدنا مسلم. حلو وافضل حارس في هذه البطوله؟ افضل حارس لا شك كاسياس. كاسياس ليش شايل اسبانيا؟ شايل اسبانيا. حلو شايل اسبانيا. المشكله انا يعني الحين الوضع راح يكون محزن. حلو. اذا بالنهايه ايطاليا عفوا المانيا واسبانيا. حلو اي تشجع منه الحين؟ تحتار اكيد. افضل فريق من وجهه نظرك في البطوله؟ المانيا. احد الان المانيا. حلو. ليش الالمان؟ فريق متكامل قاعد يلعب كره شامله بصوره صحيحه والفريق الثاني طبعا اسبانيا عقبه. افضل لاعب عندك في البطوله منو؟ اوزيل. اوزيل ليش اوزيل؟ طريقه لعبه بضل هو الاكثر واحد صاحي بيحركهم باساته حلوه كثير ليه هو الدينامو يعني هو الدينامو بالضبط. حلو. افضل حارس في هذه البطوله منو؟ للاسف الايطالي. الايطالي بوفون. بوفون حلو. بوفون شال الفريق الايطالي اليوم شالهم مظبوط. حلو مظبوط مظبوط فاشهد له يعني. حلو هو افضل حارس. افضل حارس. حلو. افضل مدرب في هالبطوله؟ عادي ما انا على اللعيبه بتطلع مش على المدربين بس انه اليوم الالماني اخطا. الالماني اخطا صراحه. حلو. مدرب منتخب الايطالي افضل اليوم لعب صح. افضل لاعب عندك في هالبطوله منو؟ افضل لاعب صراحه مسعود اوزيل. حلو ليش اوزيل؟ لانه برهن انه بي بي يعني بخبرته وبعمره معبى مركزه كاليبرو ممتاز مشي الفريق الالماني بالمبدا. وافضل حارس عندك في هالبطوله؟ طبعا بوفون. بوفون يعني الاسم هو لحاله بيفزع. حلو اسطوره اسطوره. افضل لاعب في هالبطوله من وجهه نظرك منو وليش؟ منو ليش؟ للحين عندنا سامي خضيره افضل لاعب صراحه كلاعب نص. حلو. وصانع اغلب اهداف المانيا. حلو. هذا في وجهه نظري ولو اني اشجع اسبانيا. حلو. افضل حارس في هالبطوله؟ بوفون للحين. بوفون. حلو. بوفون شايل ايطاليا. شايل ايطاليا شيل ها كور قاعد يطلعها ما تطلع من اي حارس. حلو. افضل مدرب في هالبطوله؟ للحين هم اثنين المانيا ومدرب الاسباني. افضل لاعب في هالبطوله من وجهه نظرك منو؟ افضل لاعب عندي الصراحه انيستا. انيستا اي والله. حلو ليش انيستا؟ برشلوني. برشلوني. وافضل حارس في هالبطوله؟ افضل حارس عندي بوفون. بوفون أيوة. ليش بوفون؟ بوفون ماسك اللعب. حلو مسكر 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 المباراه كلها. حلو أيوة. شال ايطاليا حيل ايطاليا يعني لا فضل على ايطاليا بصراحه بلنتيات طلعهم أيوة. اليوم انقذهم هو ما في افضل لاعب عنده هني بوفون. بوفون اي والله. حلو وافضل مدرب في هالبطوله؟ افضل مدرب ديلبوسكي. حلو عارف يصرف اللواعب وعارف مركزهم مكاناتهم كلها. افضل لاعب في هذه البطوله منو؟ كريستيانو رونالدو. ليش كريستيانو رونالدو؟ احنا نشجع ريال مدريد. حلو عشان ريال مدريد يعني. ايه. كريستيانو لا ابدع وقدم مباريات واجتاز طبعا بالفريق البرتغالي للنصف النهائي. حلو افضل حارس في هالبطوله منو؟ بوفون. بوفون. حلو ليش؟ لانه شال المنتخب الايطالي. نعم. حلو شال المنتخب وابدع اليوم. حلو افضل مدرب في هالبطوله؟ مدرب المنتخب الايطالي برادلي يعني. افضل لاعب في هالبطوله عندك؟ افضل لاعب باستثناء هاي المباراه ماريو قمش. حلو ليش؟ بصراحه اداؤه كان رائع استغلال الفرص كان ممتاز ومباراه هولندا هي اللي كامله شالها يعني المانيا وهولندا. حلو افضل حارس في هالبطوله؟ بوفون بدون اي تردد يعني. حلو. بوفون طبعا اكيد. ليش بوفون؟ بوفون كان مهندس لعب يعني كان منقذ الفريق دائما يعني كان هو رجل المباريات كامله يعني. حلو افضل مدرب في هالبطوله؟ افضل مدرب والله بصراحه ما بقدر احكم 100% لوف ممتاز مدرب رائع يعني طبعا ما فينا نقلل من قدرات المنتخب الالماني في المباراه صحيح بس لوف كان مدرب رائع توزيعاته توزيعه للاعبين واستغلاله قدرات اللاعبين كان ممتاز حلو. بالاضافه لمدرب المنتخب الايطالي بصراحه ما بعرف اسمه قل لي افضل لاعب في هالبطوله من وجهه نظرك وليش
افضل لاعب بالوتيلي بصراحه، لانه يعني هو لاعب شاب بعد يعني عمره 20 تقريبا. حلو. وعم يلعب ببطوله صعبه كثير. حلو. وحط ذيك المره جول وهلا جول يعني. حلو. جولين، هداف تقريبا، هداف البطوله. افضل حارس في البطوله كاسياس بصراحه. كاسياس بصراحه، بس ان شاء الله بالوتيلي راح يعلمه. حلو. حيوريه من افضل مدرب من وجهه نظرك وليش؟ افضل مدرب، افضل مدرب الايطالي. ايطالي. ايه ايطالي صراحه، يعني كانت البطوله بين اسبانيا والمانيا، بس الايطالي فاجأ. حلو. فاجأ بالروح وتغيير الخطه تماما، يعني معروف اللاعب الايطالي دفاع، اليوم مو شايف دفاعنا، شايف منتخب مهاجم. طبعا مشاهدينا الكرام، خلال فتره يورو 2012 وقبل انطلاقه هذه البطوله استمتعنا معكم في اغنيه، هي الاغنيه الرسميه لبطوله يورو 2012، اغنيه حرصت الدولتان المنظمتان لهذه البطوله على انتقاء كلمات خاصه بهذه الاغنيه، تغنت فيها المطربه الالمانيه اوشينا، والاغنيه كانت ترمز لنبذ العنصريه ولنبذ نقول خلافات بين المجتمعات الاوروبيه ومجتمعات العالم عموما. اغنيه مميزه، راح نشوف هذه الاغنيه معاكم ونرجع لكم. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة، حاولنا نقدم لكم فقرات مميزة، اتمنى تكون هذه الفقرات حازت على اعجابكم ورضاكم. شفتوا من خلال الاستفتاء اللي اجريناه، جماهير وراهم كل له راية حول اللاعب المفضل او المدرب المفضل او الفريق المفضل او الحارس المفضل، وايضا استمتعتوا معنا في اغنية البرنامج، اللي نتمنى
تستمتعون فيها وتكون ممتعة، وعرفتوا قصة الأغنية ومطربة الأغنية. بالنهاية نشكركم ونقول لكم ترقبونا في وراهم وراهم يورو 2012، ومع السلامة. Jump on it.